طريقة وكيفية إيجاد اللغة والأنواع على هاتفكم سامسونج. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إدارة العامة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على ضبط لوحة المفاتيح مفتاح، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على لغة والأنواع، وهنا سوف نقوم بإيجاد جميع اللغات. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.